فالفروض ضربان منفصلة ومتصلة. ندم بعد، فالمنفصلة ذا نوعان متقدم ومصاحب. فمن فروضها الفروض الزليف الطهارة من الحدث تزدي وإزالة النجاسة وستر العورة. بعد شدنا فهذه هي المنفصلة. في كذا منفصلة عن الصلاة باش بلاد ماذا يغلوظ ويطهر ويزيل الجناسة النجاسة. هذه الصريمانيس إلى قرد إلى قدير أذكر هذه الظل مستور. في كذا منفصلة، هي فروض ولكن منفصلة عن الصلاة. وأما المتصلة، متصلة بالصلاة يعني فين يشد الرزليف إناد، فاستقبال القبلة بمعنى السرد تزادغ القبلة والنية في كذا متصلة بالصلاة. السرد القبلة تتجه القبلة وهو فرض، أتخمض النية ونية محلها القلب تقولي وتكبر. المدينة ونريد بالانفصال جواز تقديم فعلها وأنها مكتفية بنفسها، وذلك يتم في الطهارة وستر العورة. وأما استقبال القبلة والنية فمصاحبان لا حكم لهما إلا بإضافتهما إلى الصلاة. الحكم الشرعي مقرون متعلق بإضافتهما للصلاة. فورا ما يلي الحو ماشي كي إلا قد الحو القبلة خاطئ. روح لشغلي عندك ساعة شغل روح في كوالي غير دغ القبلة في كوالي غير القبلة. ولكن ما ذكر دار الزليف معناه إليك فمصاحبان. وأما استقبال القبلة والنية فمصاحبان لا حكم لهما إلا بإضافتهما إلى الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.